الله معكم بحلقة جديدة من كافي بريك على مريم تي في. اليوم حلقتنا رح تكون سبيسيال لعيد الميلاد، رح نقدمها أنا وليمي. بونجور ليمي. هاي باسكال، كيف صحتك؟ الحمد لله، وأنت كيفك اليوم؟ اليوم شو محضر لنا؟ كيف بدنا نبلش حلقة الكريسماس المميزة؟ يعني اليوم حتكون الحلقة كلها خاصة بكريسماس، حلقة مميزة، حنطلع من العادات التقليدية تبع حلقاتنا أنت وأنا. الله راد، إن شاء الله يحبوها المشاهدين. وبما أنه قررنا نطلع من هيدي التقاليد تبعنا، اليوم استثنائياً ما حيكون في عنا كوت، حيكون في عنا شيء شوي خاصه بعيد الميلاد. جبنا اليوم باسكال صورة لكريسماس تري، بس بدل ما تكون مزينة بالزينة التقليدية لك لعيد الميلاد، موجود عليها كلمات. هالكلمات كلهم لهم علاقة بعيد الميلاد، يعني كأنه نحن بدل ما نزينها عم نزينها بكلمات اللي هن معنات الميلاد. 100% فرح، محبة، عطاء، ماجيك العيد، كلمات يعني عن جد إذا منفوت بعمق كل وحدة منها نعرف شو أهمية هيدا العيد وكيف منعيش هيدا العيد. هو هيدا العيد يعني هو نحن يعني في هلأ موضوع سيد بهالأيام من وراء الضيقة اللي نحن فيها، منشوف دايما عم بيقولوا انه السنه ما في عيد، السنه اللي هو لازم يكون في عيد. انا برايي ليه؟ لانه نحن هلا اكثر وقت بحاجه انه يسوع يزورنا، لانه هو زار المغاره مش لانه بده يزورها، هو هيدي مغاره قلوبنا المعتمه على امل انه يضويها. وهون بحب اذكر كل الاشخاص اللي تضرروا من انفجار 4 آب، والله الوحيد اللي قادر بشفاعة ابن العذراء انه يبلسم لنا جروحنا وجروح كل اللبنانية. مزبوط باسكال، بالفعل يعني هيدي السنة العيد حيكون له رمزية خاصة يمكن لكل العالم بكل هالامور وبكل هالعواصف يلي عم نمرق فيها، بس اكيد العيد حيكون هيدي السنة مميز ويمكن حيكون اجمل من باقي السنين. لانه هون هلا هالمرة رح يكون بلا اكسسوار، رح يكون فعلا بالقلب بالجوهر الحقيقي. 100% على امل انه كل الناس تعيش فرح، فرح يسوع الحقيقي بقلبها. صح. امين. امين. شو حتخبرينا اليوم باسكال؟ هلا لانه عم نحكي عن المغارة، بدنا نحكي المغارة اللي نحن موجودة ببيوتنا، كيف صارت الفكرة؟ يعني من عمل الفنون إذا بدك، كل الناس عبرت عن المغارة، يعني من جوتو لأهم فنانين بالعالم شفنا ولادة يسوع بأعمال فنية. يعني إذا بدنا نقول هي يا فريسكو يا لوحات منقوشة يا شفناها بالبيزنطي بالأيقونات. بدنا نشوف كم صورة اللي رح تمرق هلا رح يشوفوها المشاهدين، رح نشوف المراحل اللي مرقت فيها ولادة يسوع فنيا. يعني رح نشوف انه بباليرمو بال 1150 هيدي فريسكو بتفرجي ولادة يسوع. بس فينا باسكال نعرف المشاهدين بكلمة فريسكو؟ فريسكو هي جدارية على الحيط، بالعادة بتكون قبل ما يبلشوا يشتغلوا البلاستر او الورقه. اوكي، يعني هي بتكون موجوده، هي جداريه على الحيط، هيدا فن مسيحي قديم. اوكي، بلشوا فيه بالكنايس. وبعدين عم ننقل على صوره ثانيه او لوحه ثانيه اللي هي اشتغلها جوتو، الفنان جوتو، هي فريسكو كمان بال 1304. بتبين على مار فرانسيس كيف بلش المغاره اللي هلا شوي صغير رح نحكي عنها. في كمان عنا عنوان ثالث اللي هي ميستيكال نيتيفيتي او النيتيفيتي الغامضه، ميستيك يعني غامضه ساحره اذا بدنا نحكي. هي ساندريلو بوتيتشيلي رسمها بال 1500. رح ننقل على البيبر نيتيفيتي او المغاره اللي انعملت من ورق. هون صار في عنا نقله يعني بين المرسوم وبين يبلشوا يعملوها ك 3D او تقدر هيك تقب شوي عن تطلع من الصوره المسطحه اذا بدنا نقول. هيدي انعملت بالمانيا بال 1885. بنرجع بنشوف بكاتدرال بالبرتغال ساو لورينزو كمان مغاره. ورح نشوف القديس فرانسيس الاسيزي اللي هو جوتو رسمه
مثل ما حكينا، هي أول عمل المغارة اللي هو بلشها مار فرانسيس بال 1223. يعني مع القديس فرانسيس الأسيزي فينا نقول أنه انتقلت المغارة من هيدا الشكل الصوري أو الأيكونوغرافي لنشوف هالمجسمات يلي هي عم تشخص شخصيات اللي عم تشوفها بالأيقونة، من المسيح للعذراء لمار يوسف للملائكة. مزبوط. هلا هو لنبلش بالقصة كيف صارت مع مار فرانسيس. هو كان عنده في حدا كان يحبه كتير اسمه جيوفاني، صديق كتير عزيز على قلبه من ضمن المجموعة اللي كانت قدامها ترفقهم هن كرهبان. فهن بمنطقة اسمها جريتشو، يعني من هون بدنا نستطرد لنقول من وين اجا اسم المغارة ككراش بالفرنسي. هي اسم جريتشو، فبعدين تحولت لتصير كراش مع الوقت. بجريتشو هون نهار مار فرانسيس كان عم يتأمل ويصلي، كان قريب جاي عيد الميلاد، يعني كان بعد فيش جمعتين تيجي العيد. فبصير يتخيل انه قدي قريب، يتخيل المنظر كيف كانت المغارة بوقتها، يعني شو كانوا عم بيحسوا، كيف كان يسوع الموضوع بهالمزود مع الحيوانات الموجودة من الأغنام، وكيف كان وضع العذراء ومار يوسف. بيقوم بيجي بيقول له لجيوفاني، بيقول له هات نجرب بمغارة جريتشو نجسد مغارة الميلاد لنشوف كيف كان عم بيحس، كيف كان عم بيعيشوها بوقتها. وهيك صار، حضروا وجابوا تبن وجابوا الأغنام وجابوا كل الحيوانات اللي كانت حسب الديسكريبشن الموجود بالإنجيل، وبلشت العالم تجي. وصارت العالم ملقى فرح، بيقولوا ملقى فرح غريب جدا، حتى شعر مار فرانسيس هو عم بيرنم ويمجده بوقتها، صار يحسوا بطعمة جسد يسوع، يعني صار يحس بطعمة القربان على شفافه هو عم بيرتل قد ما حسوا فيها. وكل العالم صارت تجي من كل الضيعة تتجمع. حتى الخبرية بتقول أكثر من هيك، إنه في أحد العالم التقية اللي كانوا موجود بيشوف رؤية إنه كأنه في طفل كأنه ميت موجود بالمزود، بيمسكوا مار فرانسيس وبيقوم بيعيش، يقال من نوم غميق جدا جدا جدا. وهون الإشارة أو المعنى تبعها كان إنه يسوع كان فرح جدا إنه كطفل مغارة كان نايم بقلوب الناس وفجأة صحي. وهون بلشت العالم تتناقل فكرة وجود المغارة وصارت تحطها ببيوتها. يعني بالفعل من عمل خلاق وابتكاري للقديس فرانسيس وصلنا اليوم لوقت انه صرنا نشوف هالمغارة عم بتعم العالم كله سوا بأشكال مختلفة وبعادات وتقاليد مختلفة تتستذكر طفل يسوع اللي موجود بقلوبنا كلنا. أكيد طبعا، وهذا الشيء اللي ذكرناه بأول حلقة. مزبوط. هلأ رح ننتقل معك لمي. طيب باسكال، حكينا عن المغارة، بس في شيء كتير مهم لازم نحكي عنه وقت نكون عم نحكي عن المغارة، يلي هو هدايا المجوس. كلنا بنعرف انه المجوس جابوا بوقت الميلاد للمسيح ثلاث هدايا، يلي هن الذهب، المر، واللبان او البخور. هل يا ترى هالهدايا بعضهم موجودين؟ وين موجودين؟ هذا السؤال يلي الكل بيطرح نفسه عليه. هلا بدنا نكتشف معك، لكن هيدي معلومة مهمة. هول هدايا باسكال بعضهم لليوم محفوظين بدير القديس بولس بجبل آثوس. جبل آثوس هو جبل مقدس كله أديرة ورهبان، موجود باليونان بشبه جزيرة باليونان. انحفظت هيدي الهدايا المقدسة يلي هي تعتبر من أثمن الجواهر بالتاريخ المسيحي، دلالة للرمزية اللاهوتية الكبيرة يلي بتحملها والتاريخية طبعا، بما انه هول الهدايا يلي المجوس قدمون للطفل يلي هو سيدنا يسوع المسيح. طبعا منشوف انه هول الهدايا بعضهم محفوظين لهلا بهيدا الدير المقدس. كيف وصلت هالهدايا على جبل آثوس؟ بيقول القديس لوقا باحد كتاباته انه مريم العذراء
قبل ما ترقد قدمت الهدايا المقدسة الثلاثة تبع المجوس، الزنار تبعها مع المنديل المقدس لكنيسة أورشليم، ومن بعدها رقدت. بقيت هيدي الذخائر محفوظة بكنيسة أورشليم لحد تقريبا سنة 400 و450 ميلادي. من بعدها، من بعد ما صار في عنا الإمبراطورية البيزنطية يلي هي كانت أول إمبراطورية مسيحية، أخذوا هيدي الهدايا وحطوها بالقسطنطينية. لكن باسكال مثل ما عم نقول أنه انتقلت هيدي الهدايا من كنيسة أورشليم على القسطنطينية، وبقيت بالقسطنطينية لحد سنة 1207 تقريبا، إلى أن وقعت القسطنطينية تحت احتلال الإفرنج. من بعدها بما أنه كانوا خايفين العالم من الحروب اللي عم بتصير، تيضلوا محافظين على هيدي الهدايا ويكرموها بالشكل الصحيح، نقلوها مدة تقريبا 60 سنة لمدينة نيقيا يلي هي بوقتها كانوا يعتبروها العاصمة الجديدة للبلدان البيزنطية، بما أنه القسطنطينية كانت محتلة بهديك الأيام. من بعد ما رجعت تحررت القسطنطينية، رجعوا نقلوا هيدي الهدايا على القسطنطينية مجددا، وبقيت بالقسطنطينية لحديت ما وقعت بإيدان العثمانيين على عهد محمد الفاتح سنة 1453. وهون الشيء الملفت يلي منشوفه بالخبرية أنه أمه لمحمد الفاتح كانت ملكة من صربيا، كانت مسيحية مؤمنة. من بعد ما صارت القسطنطينية بإيد العثمانيين، قررت تخاطر وتاخد هيدي الهدايا وتهديهم للجبل المقدس، الجبل المقدس اللي هو جبل آثوس. برحلتها للجبل المقدس تظهر عليها العذراء وبتقلها أنه ما فيك تفوتي على الجبل، بما أنه هذا الجبل مخصص فقط للرهبان، أنت ما لك حق تفوتي عليه للجبل. فبيوصل بشكل عجائبة اثنان من الرهبان، بيوصلوا على سفح الجبل على الشط محل ما كانت واقفة الملكة، وبياخدوا منها هالهدايا، وبيطلعوا هول الراهبين من دير القديس بولس. وللصدفة نعرف أنه بيا للملكة هو كان دايما يتشفع لهيدا الدير. يعني منشوف كيف لعبت، إذا بدنا نسميها الصدفة بالفعل، هي تدبير الله دايما موجود 100%. هيدا التدبير الإلهي يلي صار. بتذكر الكتابات والتاريخ الآثوسي أنه من حوالي 100 سنة لليوم أول مرة ظهروا فيه هالذخائر المقدسة من جبل آثوس كانت سنة 2014، وقتها أخذ رئيس الدير الأرشمندريت بارثانيوس بزيارة على روسيا بعيد الميلاد حسب التقويم الشرق الروسي اللي هو بسبعة كانون الثاني، اللي بيصادف عيد الاغطاس 100% عيد الاغطاس بالغربة عنه. صح. فأخذ أبونا بارثانيوس على روسيا وتبرك منها مثل ما عم تشوف هلا بالصوره، وتبرك منها كل الشعب الروسي، بقيت تقريبا لاخر كانون الثاني بروسيا، ورجعت انجابت على دير القديس بولس بجبل آثوس محل ما هي بعدها محفوظه لهلا. كثير حلوه هالمعلومه. ميرسي، عم نتعلم شيء جديد. يعني مثل ما بنعرف انه دائما عم نحاول نقرب الامور اللاهوتيه لحياتنا اليوميه، وكيف عم نشوف انه هالقصص يلي هي انوجدت من تاريخ كثير قديم بعدها لليوم حي فينا. أكيد دايما، وإن الله راد لحد ضل، هذا رجائنا أكثر من رجاء حتى. إيمان. طبعا، ما هو الرجاء والإيمان معلقين ببعض، يعني ما فينا ما في واحد يتخلى عن الثاني. صح صح 100%. هلأ من بعد ما حكينا عن هدايا المجوس، لح ننتقل لنحكي عن الكريسمس كارول أو الترانيم الميلادية. شو هي الترانيم الميلادية المفضلة عندك؟ يعني أو شو بدك تخبرنا عنهم؟ طيب، تنجيوب على السؤال أول شيء، أنا صراحة باسكال كريسمس كارول المفضلة لإلي هي وايت كريسمس. أنا هالغنية كتير بتعني لي، أو هالترنيمة كتير بتعني لي، وتورثنا كلنا بالعائلة أنه دايماً بتاخد شقفة كتير مهمة
من سهرة الميلاد عنا بالعائلة. أها. فبالفعل هيدا من أكتر الكارلز يلي أنا بيعنولي. شو رح تخبرنا كيف بلشت الكارل يعني أمتين وكيف حتى بلشت لتصير مثل تقليد؟ لأنه بنعرف نحن بأوروبا وبأمريكا بتشوف في عالم لابسين لباس بحقبة معينة وعم ينتقلوا من شارع لشارع مزبوط ويرتلوا أغاني الميلاد اللي هن بنقلهم كريسمس كارولز. هذا الشيء اللي حنكتشفه سوا. المتعارف عليه بالتاريخ إذا بدنا نقول تاريخ الميلاد هو أنه أول كريسمس كارول انعرفت هي التسبيح الملائكة يلي صار أثناء الميلاد يلي الملائكة هن وقت ضلوا الرعاة على كيف يوصلوا على المغارة. مزبوط. بيرجع بيصير في تراث عند المسيحيين الأوائل أنه ينشدوا بعض الأناشيد يلي حتى هن يمكن بالأول ما كانوا يعرفوا شو هي أثناء هيدا الفترة يلي كان يوقع فيها عيد الميلاد. يعني ما كانوا يرتلوا مزامير ولا لا هيدا صار شيء غير؟ لا هيدا موضوع مختلف المزامير. أوكي. بفترة هاي الفترة اللي كان هن يتحضروا فيها لعيد الميلاد وعيد الميلاد أكيد هو ما كان بالشكل اللي احنا بنعرفه اليوم طبعا بحدود القرن الثالث والقرن الرابع ميلادي كانوا ينشدوا بعض الاناشيد يلي هن كانوا يعتبروها خاصه بعيد الميلاد. اوكي. اللي هي منا ماخوذه من مراجع مثل مزبوط. مثل المزامير لا نحكي هي بس كانت اناشيد شوي اذا بدك مبتكره او عفويه كانوا يطلعوا فيها هالاشخاص ليصبحوا المولود الجديد اوكي ويعبروا عن فرحتهم بالمولود بمولود يسوع 100%. بقينا نشوف هيدا الترانيم أو هيدا الأناشيد العفوية لحديت القرن الثاني عشر. بحدود القرن الثاني عشر بلشنا نشوف هالستركتشر للترانيم الميلادية وبلشنا نشوف حلة عيد الميلاد يلي نحن اليوم نختبرها كلنا سوا بحياتنا. إلى أنه ببريطانيا انكتبت أول ترنيمة ميلادية أو أول كريسمس كارول سنة 1521 كان اسمها بورز هيد كارول. من بعدها صرنا نشوف انه ببريطانيا خصوصا بحدود سنة 1850 بضيعة اسمها كانتربري اول مرة انعمل فيها قداس ميلادي كان كامل وكانوا مدخلين فيها الكريسماس كارولز كان سنة 1850 ببريطانيا. يعني شفنا انه بريطانيا هي يلي اخذت هالحله الكبيره او هالموضع الكبير بتبلور يعني هي اللي جعلتها رسميه اكثر وبينتها للناس هيك فينا نقول. صحيح. وصلنا لمطرح باسكال انه صاروا الاشخاص يمشوا بالشوارع خاصه ليله عيد الميلاد نشوف شخص شوي كبير بالعمر ماشي مع الاولاد حواليه عم بيغنوا هالاغاني يلي هن كانوا عم يتداولوها من بيت لبيت ومن عائلة لعائلة. أول اثنين كريسمس كارولز كتير مشهورين انكتبوا كانوا سايلنت نايت سنة 1818 كتبها ولحنا فرانت اكزافر جروبر وسنة 1840 انكتبت كريسمس كارول تانية كمان كتير مشهورة يلي هي هارك ذا هارولد من مندلسون. وكمان أخذوا بارت كتير كبيرة من التاريخ والتراث البريطاني. طبعاً وبعدنا لهلأ بنتداول فيهم ومنحبهم كتير وهيدول دايماً بيقربونا هيك لأجواء الميلادية الفرحة. ما عرفنا أنت شو ال هلأ أنا رح أحكي عن كريسمس كارول من غير نوع. هي كمان اسمها كريسمس كارول بس هي كارول يعني أغنية للقلب. رح نحكي عن كريسمس كارول اللي هي القصة رواية كتبها تشارلز ديكنز. شوقتينا نعرف هالقصة يا باسكال. هي قصة كتير معروفة وتخيل انه بعدها من 1843 انعملت وبعدها لهلأ يعني عم تنقل بالتاريخ ومن فيرجن لفيرجن اذا بدنا نقول يعني انعملت افلام يعني رح نشوف بلشت بافلام اسود وابيض عم نحكي من 1838 1984 حتى 2009 كان اخر فيلم انعمل ال 3D انيميشن موفي مع جيم كاري يعني اكيد العالم كلها بتعرفه.
هلا الملفت بالقصة انه هيدي القصة دامت هالقد بالزمن لانه بتحمل جوهر الميلاد بس بطريقة مستوحاة من الواقع والعيش اللي العالم بتعيشه. يعني عم نحكي عن الكاركتر تبع سكروج، هيدا الانسان البخيل اللي مسكر اللي قلبه قاسي اللي ما بيحب الميلاد، وكيف تحول لإنسان تاني بعيش جوهر الميلاد وجوهر الإنسانية. فيك تخبرينا باسكال بطريقة هيك مختصرة تنشوق المشاهدين يجوا يحضروا للموفي؟ هي القصة بتحكي عن هيدا اللي حكينا عنه، عن سكروج. سكروج ما بيحب الميلاد لدرجة انه ابن اخته دعاه لعنده لحتى يقضي ليلة الميلاد وهو رفض. يعني بنهار قبل الميلاد بليلة بيجوا الناس مثلا بدهم مساعدة او شيء بيرفضهم. كتير انسان مسكر على حاله، يعني معبود المال اذا بدنا نقول. هيدا الشيء اللي حذر منه يسوع، عبادة المال منشوفه بهالشخصية تيبيكال. يعني وهيدا عنده شريك، هو هيدا الشريك كمان مثله نفس الشيء، بيقوم بيموت هيدا شريكه. يعني بتبلش القصة انه مات شريكه، بس يروح على البيت لينام بيظهر شريكه كشبح كله مليان سلاسل معدنية انه مكبلته مع صناديق من المال. فبيجي بيحذره بيقول له انا بحذرك، ليك قديش انا مربط بالسلاسل، انت بعد اذا متت اليوم رح تكون مربط اكثر مني، فاستفيد من الفرصه تتحسن حياتك. يعني مثل عم بيعطيه نوع من انذار نصيحه بركي انه بيحسن وضعه، بيتغير يعني تغير قلبه. وبيقول له رح يزورك ثلاث اشباح ميلاديه الليله، يا بتتغير يا بدك تضلك مثل ما انت. بيقوم ببلشوا يجي واحد ورا الثاني. اول اللي هن اول شبح رح يكون هو دلاله على الكريسماس باست او على الماضي، الميلاد اللي قطع بالماضي. الثاني جوست رح يجي عن الحاضر، والثالث عن المستقبل. هلا اول جوست بيرجع له على الماضي ليرده، لتشوف الانسان دائما بكاركتره انه هو بيرجع انه هو قديش كان وحيد وكان عايش بالداخله، فكان الميلاد اللي عايشه كتير حزين. تاني ميلاد من الماضي بنط عن نقن، وقتها كان مخطوب، خطيبته تركته بليلة الميلاد قد ما قدرت تتنافس مع حبه للمال. يعني ما قدر يحبه قد ما حب المصاري. شوف قديش هذا الإنسان بحب المال. بعدين بيرجع بينتقل على الحاضر تيشوف كيف العالم عم بتحضر للميلاد، وبيشوف عائلة ابن أخته اللي هو رافض يقعد معهم، انه اصغر ولد بالعيله مريض وعم بيموت، واذا ما تامن له علاج ومصاري لانه هن كانت احوالهم منا منيحه وهو ما كان يساعدهم انه بيموت. بعدين بيجي المستقبل، الجوست تبع المستقبل بيفرجي انه هيدا الطفل مات وقديش حزنه عليه، وبيفرجي انه هو اذا مات انه ما حدا بيزرف عليه دمعه، بالعكس بيجربوا يتقاسموا امواله بطريقه كثير جشعه، يعني اكثر من ما هو الطمع اللي كان عايش فيه. وبيشوف لوحه المقبره مكتوب عليها اسمه. ساعتها هم ببلش يتوصل انه لا بليز انا خلص تبت وبدي غير كل تصرفاتي. وهيك بيصير بيوعى نهار العيد الميلاد انسان تاني، ببلش يوزع مصاري للعالم على الطريق من بحاجه، وبيروح بيقضي نهار مع العائله مع ابن اخته، وبيأمن العلاج للطفل حتى ما يموت. يعني هون منشوف هالقلب اللي تغير كليا قديش زاد فرح لإله لحياته ومعنى وللحوالي. يعني خلاص نفسه للانسان منا هي بس لإله، هي كمان بتتعلق بالعالم الحوالي. يعني بالفعل باسكال منشوف هالتحول الجذري اللي صار، ومنتعلم عبرة كمان قديش الإنسان لازم يكون عم بيطلع بحاله وبغيره خصوصا بهالأعياد. مزبوط. هلأ رح ننتقل لأحداث صارت نهار عيد الميلاد، أحداث من التاريخ حدثت نهار عيد الميلاد بـ25 كانون. مثلا ولادة الفيزيائي إسحاق نيوتن اللي كلنا بنعرف، وولد نهار عيد الميلاد اللي هو اكتشف الجاذبية.
كلارا بارتن أول امرأة اللي هي مؤسسة صليب الأحمر بأمريكا، كمان ولدت نهار عيد الميلاد. رح كمان نشوف انه بال 1914 بالحرب، بعز الحرب العالمية الأولى، كيف أفراد من الجيش عملوا هدنة من الجيش الألماني البريطاني والفرنساوي على أرض بلجيكا، تركوا كل سلاحهم، صاروا يغنوا أغاني ميلادية ووزعوا كادويات لبعضهم، حتى لعبوا فوتبول. يعني كانت هيدي بالتاريخ شيء كتير استثنائي. يعني يمكن العالم تمنوا يضل كل الوقت عيد الميلاد. 100%. كمان في حدث أعلن رئيس جونسون عفو عام عن كل الأشخاص اللي بالحرب الأهلية اللي حاربوا ضد أمريكا بسنة 1868. كمان كانت نهار عيد الميلاد كعمل رحمة. وكمان بعد رح نحكي عن أبولو. تشارلي تشابلن توفى، هيدا حدث يمكن مؤسف، بس توفى نهار عيد الميلاد. أما حدث كمان غريب من نوعه هو المكوك الفضائي أبولو 8 اللي طلعوا فيه، انطلقوا فيه ثلاث رواد فضاء بال 1968. نهار عيد الميلاد كانوا عم بيعملوا الدورة حول القمر، كانت أول مرة يعني رائدين الفضاء بيقدروا يطلعوا من غلاف الجاذبية ويدوروا حول القمر. ونهارا بلشوا بافتتاحية، يعني كانت كل الناس عم تقدر، نازا وقتها كانت عم بتبث الفيديو، افتتحوا من صفر التكوين، قالوا اول اثنين ايات يعني من صفر التكوين على مسمع من كل الناس بنهار عيد الميلاد. رح نختم باخر خبريه اللي هي اول بريتش سوفت وير، يعني اول برنامج انترنت بريطاني اللي هو اسمه الكوايزي انترنت بال 1990 مع تيم بيرنرلي، انطلق نهار عيد الميلاد. يعني اضطر يلف العالم كله بس لحتى يجرب يقنع العالم يشاركوا بهالانترنت. يعني هو كان اول حدا دمج كذا كمبيوتر تا يقدر يعمل شبكة، ولك نحن وين صرنا اليوم. يعني بالفعل منشوف انه من شخصيات كبيرة ولدت بهيدا النهار لأحداث تاريخية كتير مهمة، ومنشوف هالتاتش انه دايما هالقصص اللي صارت مرتبطه بالمحبه من العفو العام لهالهدنه اللي صارت بين الجيوش اللي حاربت بالحرب العالميه الاولى. يعني عن جد هالعيد قديش بيطبع، يعني لنشوف قديه رحمه ومحبه يسوع اللي اجت بهالتواضع قديش بتقدر تضوي بالعالم. ولو نحن نسمع اكثر ليسوع اللي عم بيدق بقلبنا لوين منوصل بإنسانيتنا، ومنكون عايشين أحلى أيام بالعالم كله. يعني صح 100%. من هون باسكال نحنا بدنا نتمنى للمشاهدين أعياد مجيدة، ومنقول لهم أنه مثل ما ذكرنا بأول الحلقة، لو شو ما صار ولو قد ما كانت الظروف صعبة، لازم دايما ودايما نسمع دقت يسوع بقلبنا. لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ان شاء الله نكون هيك مرقنا نفحة ميلادية فرحة على كل بيت او كل شخص قدر يحضرنا. ان الله راد ملتقينا بموعد جديد تنين الجاي. بتمنى لكم اعياد مجيدة. ميري كريسمس.